السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا قناة سكينة السورية. مبروك عيدكم، عيد مبارك سعيد، ومبروك عواشركم على جميع الأمة الإسلامية. وكنشكر المتتبعين ديالي الوفيين والمخلصين. جيت اليوم نشارك معكم مائدة إفطار ديال يوم العيد. كيف ما كتشاهدوا معايا هاد المائدة، يعني هاد الوصفات كاملين حضرتهم معكم في ايام ديال العيد، يعني وجدنا حلويات ديال العيد. كيف ما كتشاهدوا معايا جيت نشارك معكم المائدة ديال الإفطار. كنتمنى تقبلوا مني هاد المائدة المتواضعة. وكنشكر متتبعيني بزاف بزاف على الدعم ديالهم وعلى الإخلاص ديالهم وعلى التعاليق ديالهم اللي كيزيدوا يشجعوني وكيعطوني القوة باش ننزل لهم أحسن ما عندي. والوصفات الاقتصاديين والوصفات الناجحين دائما. وكنتمنى نكون عند حسن ظن الجميع. ومرحبا بكم على مائدة إفطار سكينة السورية. غنقول واحد الكلمة بسيطة في حق المتتبعين ديالي اللي كنشكرهم بزاف، اللي دعموني بالمشاهدة ديالهم وما كيبخلوش عليا بالتعاليق، وداك التعاليق كلهم كيزيدوا يشجعوني باش نعطي دائما الأحسن والمزيد. وكنتمنى نكون عند حسن ظن الجميع. وشكرا شكرا شكرا، يعني شحال ما شكرت ما غاديش نوصف الفرحة ديالي بالمتتبعين ديالي. وخا الكم ديالهم ماشي كبير، يعني وخا يتبعوني غير 10 راهم مخلصين. المتتبعين ماشي بالكم، هي بالوفاء والإخلاص، وكيعجبوهم الأطباق ديالي والوصفات اللي كنقدم في المستوى يعني المطلوب. كنتمنى يكون في المستوى المطلوب. وكنشكرهم جزير الشكر من هنا، كنعطيهم لايك من عندي وكنقول لهم شكرا لكم اللي ما كنتوش كتبخلوا عليا بالتعاليق ديالكم ومتبعين معايا الوصفات اليوميه اللي كنت كنزل. انا في امكاني ننزل نهاريه ونهار لا، ولكن بالدعم ديالكم وبالشكر ديالكم وكتعطيوني واحد لانيرجي واحد القوه واحد الحماس باش كل نهار نعطي كل ما عندي وكل ما في جهدي. وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. هادو هما الوصفات اللي كتذكروا معايا اللي كنا قدمناهم اواخر ايام رمضان، يعني وجدنا حلوات العيد كيف ما كتشاهدوا معايا كانوا بلا فرن. كنا وجدنا هذه الحلوه سهله جدا بلا فرن، تذكروها معايا راه عندي في القناه. بالنسبه اللي عاد انضموا معايا جديد باش يشوفوا هذا الفيديو، هذه الحلوه راه عندي في القناه. وهذه الحلوه ديال سنيكرز اللي هي بصابلي ومعمره بالكراميل كتجي رائعه جدا. يعني هاد الوصفات كلهم كانوا اقتصاديين جدا جدا، واغلبيه ديالهم كانوا بلا فرن، والمكونات ديالهم كانوا بساط جدا. اما على هاد الحلوه هادي يعني حديت ولا حرج، المذاق ديالها رائع وسهله جدا. وجدتها برابعه ديال الكاوكاو، ايه رابعه ديال الكاوكاو وجدت هاد الحلوه اللي عطاتني 60 حبه ما شاء الله اللهم بارك. وجدت كاطو ديال اوريو حتى هو بلا فرن كيجي رائع، هو غير حيله ديال اوريو. تبعوا معايا الفيديو ديال اوريو وتعرفوا الحيله اللي درت باش صيبت كاطو ديال اوريو. كان اقتصادي جدا ورائع جدا، كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعاليق. وهذا الكاطو يعني اللي دار ضجه ديال 7 دراهم بالكرتونه ديال الحليب، لا تذكرتوا معايا واللي ما شافوش يمشي يشوفوه راه جا رائع. وبالنسبه للتورته ديال الخوخ اللي جات يعني المذاق يا سلام، لان هذا هو موسم الخوخ ودرت التورته ديال الخوخ جات رائعه جدا. كيف ما كتشاهدوا معايا هذه هي المائده الافطار ديالنا، يعني اللي وجدت فيها الكاطو مختلفين والحليوات يعني اقتصاديين، والاغلب الاغلب ديال هذه الوصفات كانوا بلا فرن بلا بيض بلا دقيق بلا زيت. كيف ما كتشاهدوا معايا كيف ما عودتكم دائما على الوصفات الاقتصاديين والناجحين 100%. وتذكروا معايا الرغيفات اللي بلا مجهود بلا تماره، بيضه واحده وكاس ديال الحليب حضرت بهم كميه هائله من الرغيفات اللي قليتهم ودرتهم في العسل.
وبالنسبة للبقلاوة وبريوات والشباكية ولسان الطير كنت درجتهم في أول رمضان. واللي ما حلفوش الحد وما حضرش هاد الوصفات ها أنا دا جيت نشرح لكم وصفاتي طيلة شهر رمضان عفوا كله. كنت نزلت هاد الوصفات ديال البقلاوة وديال الشباكية وبريوات ولسان الطير، راهم كلهم عندي في القناة. نتمنى اللي ما زال ما شافهم يمشي يشوفهم ويرد عليا الخبر في التعاليق، لأن التعاليق ديالكم كيهموني بزاف، هما اللي كيشجعوني، هما اللي كيعطيوني القوة باش نزيد نعطي أحسن ما عندي. كيف ما كتشاهدوا معايا المائدة ديال الإفطار ديالنا جد متواضعة، كنتمنى تقبلوها مني. وكنقول لكم مبروك عيدكم، والله يدخلوا عليكم الصحة والسلامة وبالرزق، والله يرفع علينا هذا الباء وهذا البلاء يا رب العالمين، ونجمعوا عما قريب مع العائلة ديالنا ومع الأقارب ديالنا، لأنه أول عيد العائلة تقريبا ما مجموعينش. ولكن قلنا علاش لا ما نوجدوش تحنا مائدة الإفطار اللي نجمعوا فيها الأسرة اللي كاينين في الدار، يعني واخا غير أنا وليداتي، جوج ديال وليداتي، يعني ما عليش ما نحسهمش يعني بواحد، اللي أن كاين واحد الضغط ديال هاد الوباء، كنا في الدار وسدين علينا. قلنا علاش لا ما نوجدوش حتى هما اليوم حليوات باش ما نخرجوش من إطار العيد، يعني العيد كنحتفلوا به رغم هاد الظروف. كنتمنى تقبلوا مني هاد المائدة الإفطار المتواضعة، والوصفات كيف ما درجتهم لكم كلهم هم كاينين في القناة. وشكرا شكرا لكم على المتابعة وعلى التشجيعات ديالكم وعلى الإخلاص ديالكم، ودمتم لي أوفياء، وكنتمنى يدوم التواصل بيناتنا، وكيف ما كيقول المثل المغربي الهلا يحشمنا. وشكرا لكم شكرا لكم على المتابعة، ومرحبا بكم دائما عند قناة سكينة الصورية. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، كيف ما كنقولوا دائما نعاود نكررها الهلا يحشمنا. انا كنعطي كل ما عندي باش ننزل لكم احسن صورة واحسن وصفات، والشرح كنحاول دائما نشرح بالتفاصيل، وكنتمنى التصوير يكون يعني في المستوى، يعني في التعليق ديالكم اللي شاف شي تصوير يعني اذا ناقصه او الصوت متكرر او شي حاجه يعطيها لي في التعليق باش نزيد نحسن ونعطي احسن ما عندي. كيف ما كتشاهدوا معايا هادو هما الحليوات اللي كنا وجدنا في العيد الفطر، كنتمنى تجربوهم وتردوا عليا الاخبار. وشكرا كنعاود نذكر شكرا شكرا شكرا، يعني واخا نبقى نشكر من هنا لغدا في الصباح ما غاديش نوفي الشكر ديالكم. عندي بزاف بزاف ديال المتتبعين، يعني ماشي هما بزاف ولكن بزاف عزاز عليا، لانهم متواصلين معايا غاديين معايا كيف ما كنقولوا دقه بدقه، فيما كنزل شي فيديو كيدخلوا كيشوفوه وكيعطيوني تعاليق يعني اللي كتزيد ترفع من المعنويات ديالي. كنشكرهم على لي لايك وعلى التعاليق. وبالنسبه للناس اللي كيديروا ديزلايك يعني عدم الاعجاب، حتى هما كنقول لهم شكرا لكم بزاف، لانكم كتكلفوا راسكم وكتكتبوا سكينه صوريه وكتدخلوا كتجيو عندي حتى لداري، لانها قناتي هذيك هي داري. شكرا لكم، تنتوما كتكلفوا راسكم رغم عدم الاعجاب كديروا ديزلايك، كنشكركم لانكم كتكلفوا راسكم وكتكتبوا سكينه صوريه وكتدخلوا تلداري، تنتوما كنرحب بكم. وشكرا لكم تنتوما على المتابعه، وهذاك رايي يعني حريه شخصيه، يعني التعبير ديالكم كان ايجابي او سلبي حتى هو كيقويني اكثر من الايجابي. وبلا ما نطول عليكم كنقول لكم عيد مبارك سعيد، والله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه والرزق وصحه جديده. وشكرا لكم المتابعه، ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه الصوريه. وشكرا لكم المتابعه، ودمتم في رعايه الله، وعيد مبارك سعيد على الامه الاسلاميه. وشكرا لمتابعين قناه سكينه الصوريه.